السلام عليكم. قبل تقريبا 4 أو 5 أيام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية طلبت من رعاياها الموجودين في روسيا مغادرة الأراضي الروسية. وأنا ذكرت أن ممكن يكون في سببين، الاعتقالات التعسفية ممكن يكون في سبب آخر، لكن اتضح الآن أن فيه سبب ثالث. شنو هو السبب الثالث؟ أن هنالك تفجيرات في روسيا وفي أمريكا. أمريكا التفجير اللي صار اللي هو قطار يحمل مواد كيميائية، يقال أن هذا القطار متجه إلى ميناء، من بعد الميناء سيتوجه إلى أوكرانيا. نبي نشوف فيديو القطار، تفجير القطار بمنطقة أوهايو في منطقة اسمها فلسطين، ولاية أوهايو منطقة اسمها فلسطين. Derailed Friday, 20 of them carrying hazardous materials as flames lit up the sky in northeastern Ohio. The evacuation order is in place for anyone within a mile radius of the crash site. These aren't storm clouds. This is the fucking shit! The fucking shit they burn off in East Palestine! This is not fucking storm clouds! Look at it! I hope it is. This is horrible. Because I got arrested because of a live report about what people need to know. Officials are claiming that the air and water are safe. Residents say they can still smell chlorine. They've complained about their eyes watering when they go outside. And one woman says the noxious air killed her chickens. Out of nowhere, he just started coughing really hard and just shut down and went very fast. Look at all these fucking crows. I'm not kidding. This is within 10 miles of East Palestine. You have not evacuated. وهنالك 4 تفجيرات أخرى. التفجيرات الأخرى، الأول في خط غاز والثاني في بموسكو في معهد يقال أنه معهد بحثي للصواريخ البالستية، وهنالك تفجيرين شرق موسكو. هذا الأمر هو أمرين. الأمر الأول أن هنالك تفجيرات، نعم هذا أكيد، هذا يعني هنالك مصادر مؤكدة أن هنالك تفجيرات في كل من روسيا وأيضا أعوذ الله مسترجم أمريكا، هذا مؤكد. لكن الضعيف، المصادر الضعيفة، أن هل هذه التفجيرات في روسيا مسؤولة عنها الولايات المتحدة الأمريكية أو التفجير في أمريكا مسؤولة عنها روسيا؟ هذا مصدر ضعيف جدا، بس أنا حبيت أنقل لكم هذه المعلومة بس للأمانة الصحفية. Это Москва ту ночь.